مساء الخير مشاهدينا، حلقة جديدة ومواضيع منوعة نتابعها معا خلال برنامج سيدتي. في فقرتنا الأولى راح نتحدث عن تصرفات بعض العرب الغير مرغوب بها في الدول الأجنبية. أما في فقرتنا الثانية راح نتعرف على مصممة سعودية اشتهرت بتصاميمها المميزة والمزخرفة بالذهب. أما الحين تنضم لنا زميلاتنا من الرياض وجدة لاحقا. طبعا قبل أن نبدأ مشاهدينا، نذكركم بمتابعة حلقات البرنامج عبر زيارة صفحة البرنامج على اليوتيوب الظاهرة أمامكم على الشاشة، وطبعا لا تنسوا التفاعل معنا من خلال صفحتنا على الفيسبوك وحسابنا على تويتر وإنستغرام. أما الحين نأخذكم في جولة سريعة على عناوين حلقة سيدتي لليوم. في سيدتي اليوم، عملية التجميل واختلاف الملامح وانعكاسها على عمل الجوازات، تصرفات خليجية غير مرغوب بها في الدول الأوروبية، الكآبة عند المراهقين هل هي ظاهرة جدية أم عابرة، إلزام مستشفيات الولادة والأطفال بالمسح السمعي للمواليد، مصممة اشتهرت بتصاميمها المميزة والمزخرفة بالذهب. مشاهدينا، هذه كانت أبرز عناوين فقراتنا لليوم، ونتابع مع جولة على أبرز الأخبار الصادرة لهذا اليوم مع الخبر الأول بعنوان خالد الفيصل: تحفيز مهم للتعليم سيعلن عنه قريبا. وفي التفاصيل، أعلن وزير التربية والتعليم الأمير خالد الفيصل عن تحفيز مهم للتعليم سيعلن عنه قريبا، وشعارها أبدع تكرم، والتي سوف يستفيد منها المبدعون من جميع العاملين التربويين، وفي مقدمتهم مديرو التربية والتعليم ومساعدوهم وجميع القيادات التربوية والمعلمون ومن في حكمهم. طبعا خبر إيجابي جدا، نتمنى أنه يكون نقلة نوعية في التعليم من التعليم التقليدي إلى التعليم الإبداعي. وإلى الخبر الثاني بعنوان 1897 حالة عنف لأطفال ونساء لجأوا إلى دور الحماية الاجتماعية. وفي التفاصيل، كشف إحصاء حديث صادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية عن وجود 1897 حالة عنف لنساء وأطفال لجأوا للحماية الاجتماعية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية. وتهدف دور الحماية الاجتماعية إلى تقديم الحماية للمرأة أيا كان عمرها، إضافة إلى الأطفال دون سن 18 من الجنسين، كما تسعى الدور لمساعدة الفئات المستضعفة في المجتمع والتي تتعرض للإيذاء والعنف الأسري بشتى أنواعه. الخبر الثالث بعنوان المملكة تكسر الرقم العالمي في انخفاض معدلات وفيات الرضع. وفي التفاصيل، ذكرت وزارة الصحة أنه تم تسجيل انخفاض في معدل وفيات الأطفال حديثي الولادة ليصل إلى 8 أطفال لكل 1000 مولود خلال العام الماضي 2013، مقارنة ب 34 طفلا في عام 1990 ميلادي. وكذلك انخفاض معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة من 43 طفلا في عام 1990 إلى 9 أطفال فقط في عام 2013 لكل 1000 مولود، ويعتبر هذا المعدل أفضل من المعدلات العالمية، حيث يصل متوسط الوفيات في الإقليم الأوروبي 11 طفل، ومتوسط إقليم شرق البحر الأبيض المتوسط 44 طفلا لكل 1000 مولود لنفس الفترة، فيما انخفضت معدلات وفيات الأمهات أثناء الولادة من 44 أما في عام 1990 ميلادي إلى 14 أما في عام 2013 لكل 100,000 مولود. الخبر الرابع بعنوان حقوق الإنسان: التمييز العنصري في تقديم الخدمات مخالف وانتهاك للحقوق. وفي التفاصيل، أوضح مصدر موثوق في الجمعية الوطنية السعودية لحقوق الإنسان لصحيفة الحياة أن ممارسة التمييز العنصري بحسب الجنسية في تقديم الخدمات أو في سياسات المرافق أو الجهات أو أي نوع آخر من المسوغات الغير النظامية، والتي تعد مخالفة صريحة وانتهاكا لحقوق الإنسان. وأكد المصدر على انضمام السعودية لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والتي يندرج تحتها التمييز في تقديم الخدمات وفق الجنسية. نتابع مع جولة على أبرز الأخبار الدولية والتفاصيل في التقرير التالي. أغرى
نبدأ بالأخبار وأطرافها، أخبار من حول العالم نستعرضها سويا بفقرتنا الأسبوعية International News. البداية مع بيل غيتس ومارك زوكربيرغ اللذان انضما إلى تحدي ذلو الجليد، حيث سكبا الماء البارد على نفسيهما للتوعية بمرض التصلب العصبي الجانبي الضموري القاتل سريع الانتشار المعروف اختصارا بـ ALS، وهذا لدعم الرابطة غير الربحية المعنية برعاية المرضى وتمويل الأبحاث العلمية المرتبطة بالمرض. ووفقا للرابطة فقد ساهم التحدي بجمع تبرعات تفوق $7 مليون حتى الآن. إلى الاختراع الجديد، وشم ينتج الطاقة عن طريق التعرق، والذي كشف عنه النقاب مؤخرا في اجتماع الجمعية الكيميائية الأمريكية ننتقل. وتستمد هذه البطارية الحيوية طاقتها من إفرازات اللاكتيد الموجودة بشكل طبيعي في العرق الذي يفرزه الجسم بعد القيام بتمرين بدني شاق. كما وقال علماء من كاليفورنيا أنه يمكن في القريب العاجل الاستفادة من هذه الإفرازات في إمداد الطاقة لأجهزة مراقبة القلب والساعات الرقمية، بل حتى أجهزة هواتف المحمول الذكية. إلى الزوجان اللذان مددا رحلتهما البحرية من أسبوع إلى 16 عاما نحط فقرات International News، حيث أبحر زوجان بريطانيان في رحلة بحرية بقاربهما إلى إسبانيا لبضعة أيام، ولكن يبدو أن الأمر أعجبهما لدرجة أنهما عادا بعد 16 عاما وزارا 56 بلدا. وكان جون غرين البالغ من العمر 62 عاما أخذ تقاعدا مبكرا من عمله، بينما استقالت زوجته كليف البالغة من العمر 60 عاما من عملها، وقررا الإبحار في رحلة قصيرة إلى إسبانيا في عام 1998. ويبدو أن الزوجان استمتعا كثيرا برحلتهما لدرجة أنهما لم يستطعا العودة إلا بعد أن أنفقا مدخراتهما وأمضيا 16 عاما في البحر قاطعين مسافة 51 ألف ميل بحري. وفي السنوات الأخيرة من الرحلة عاش الزوجان على ميزانية محدودة واضطرا في كثير من الأحيان إلى مقايضة أمتعتهم مقابل الطعام والماء. ومع الشابان اللذان ارتديا جميع ملابسهما لتجنب الوزن الزائد نأتي على ختام التقرير، فعندما علما هذان الشابان بأن عليهما أن يدفعا مقابل الوزن الزائد لأمتعتهما قاما بارتداء جميع ملابسهما في مشهد ظريف التقطته كاميرات المسافرين في مطار سنغافورة، حيث ارتدى الشابان ما أمكن من الستورات والبنطلونات وقاما بربط بعض الملابس حول رقبتهما، أما الأحذية فقد ربطاها بشكل مضحك حول قصريهما وسط استغراب ودهشة المسافرين. مشاهدينا، فقرات سيدتي مستمرة ولكن بعد الفاصل. مجلة سيدتي لكل امرأة تريد أن تجدد أنوثتها، شخصيتها وأيامها. سيدتي، عالمك في مجلة. سيدتي نت، معك أثناء دراستك، معك في مملكتك. ومجلة سيدتي لكل فرد من عائلتك. سيدتي وموقعها الجديد لكم ومعكم كل لحظة. أنت متفوقة معها والطموحة معها. أنت السعيدة معها، الرابحة معها، معها أنت الشابة الدائمة. سيدتي، سيدة المجلات العربية. في سيدتي بعد الفاصل، عمليات التجميل واختلاف الملامح وانعكاسها على عمل الجوازات.